ابو قلها قله اشتاق يا ابو عبد الله لا تاخذ منا ولا منا ومنا عطنا الطواقي وخلنا نتوكل على الله. الله الله طيب دقيقه بس الشغل لا اخذ منا ولا منا وعطنا الطواقي وتوكل شركات نبي شركات صح تبون تلعبون ابو كلب كل اظهر ما عنده وانا موجود والله يا حبيبي قلب ان الرجال ولكن انا شف انا من وجهه نظري اذا تسمع لي خلنا نخلص الطاقيه وتاخذ راحتك بعد القهوه ابي اسمع منك على خشمي والله عليه الشح يلا خلونا نشوف الطواقي الاول وانت شوف عند بالي دام هذه صارت كبيره هذه كبيره اللي هنا تصير مثلها خذ 14 روح طاقيه رقم 14 ما في علم المشكله تدري وش معنا عذر ما في الا فريق واحد قدام انا خصم كم الخصم حيظهر على الشاشه خصم لغيرك مباشره هو في البرمجه ما تقدر تخصم انت ولا تحدد القيمه اخصم لغيرك مباشره حيخصمون على فريق الشداد الخصم الالي على الشاشه ما ابغيكم يا رب امر الله امر الله كم الخصم لو ما تبين اخترت غيره اخصم من خصمك القيمه الاتيه وحيكون ارجع ما عندهم شيء 2000 وعندهم 3500 خصم سالب يعني سالب يعني ماينس 5500 يا شباب ما فين علومكم غالبا يلا غصبة يلا ممكن تجيكم الطاقيه اللي فيها مبروك يلا روحوا طيب دقيقه انا بختار دقيقه قبل انا اختار الربع قبل شوي يسولفون وكلهم نعم ابدا ما في خاطره نعم وكلامهم يوصل من القلب للقلب صار علي بيتين يوم اقول الخير ما ينشاف والشر ينشاف ولا الغلابه طبع للعالم الغلب والطيبين اللي نواياهم مضاف كلامهم يوصل من القلب للقلب الله والله حظية قلبي القصيده هذه انها طيبه حظية قلبه تنكم لكن اختار طال عمرك رقم 3 يلا الطواقي على الشاشه ورقم 3 تخيل مبروك طقيه رقم 3 حيكون فيها صوره حلو والصورة